يسيرة جدا، ولكن أحاول أن أجيب بقدر الوسع. أجيب عن سؤال أو سؤالين متبقيين من اللقاء الماضي، كنت قد أعجلت عنهما لم أستطع أن أجيب عنهما، ويتعلق الأمر بأحد الإخوة كان قد كتب لي ورقة في جواب أجبته فيما سبق عن رجل خطب امرأة وأمهرها مهرا صداقا قدره 3000 درهم، ثم إن الرجل فيما بعد تدخلت أمه وقالت إن هذه الفتاة معيبة لأنها تحمل نظارات، وأجبت أنا في ذلك الوقت بجواب، والأخ يريد أن يعود إلى الموضوع لأن المعروف أن الطلاق طبعا منصوص عليه أيضا أن الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول فلها نصف الصداق، هذه مسألة منصوص عليها في كتاب الله، فنصف ما فرضته. هذا الأمر هو حينما يقع زواج ويقع فراق، طبعا يعطى للمرأة نصف الصداق ويعطى يرد إلى الزوج النصف الآخر، إلا أن يعفون، إلا إذا وقع العفو فذلك أمر آخر. أنا لما أجبت عن شيء آخر، لم أتحدث عن هذا الأمر، تحدثت عن رجل يريد أن يتقدم إلى امرأة ويخطبها ثم من بعد يتركها لهذا السبب أو لسببين ضعيفين، وهما أن أمه فيما بعد تدخلت وأنه يرد هذه المرأة بهذا العيب الذي هو أنها قصيرة النظر لا تبصر جيدا. أنا ما بقيت مشيت تكلمت عن النصف ولا مشي النصف، تكلمت عن ما هو أولى أسبق من هذا الأمر، وهو قبل أن تكلم عليه نتكلم عليه، قلت أن تكلمت عن السلوك في حد ذاته. الرجل يريد أن يخطب امرأة، المفروض أنه يجمع أمره مع نفسه ويتفق مع داره مع الوالدة ديالو مع جدو مع حنا كاع اللي تشاور معاه متشاور معاه، اللي باغي تشاور معاه متشاور، اللي تكون لك الوقت في إطار سؤال رجل يسأل عن امرأة وامرأة هي إذن تسأل عن هذا الزوج الذي يخطبها، كل ذلك أمر ممكن. لكن حينما يريد الآن الرجل أن يرتبط بالمرأة ويبلغ به الأمر أن يعطي هذا الصداق، فالأمر يكون نوعا ما تجاوز التفتيش أو البحث إلى الركون والاستقرار، بمعنى أن الزوجين أو الأسرتين أصبحتا الآن على وشك أن تتم بينهما المصاهرة. فهذه اللحظة يقول بأن الزوجتا لا تبصر، علاش هذا؟ إذا قلنا بأن المرأة إذا كانت لا تبصر، إذا قلنا بأن هذا عيب، إذا قلنا بأن هذا عيب شرعي، إذا كان عيب ما عندهاش ترد كل شيء، إذا اعتبرنا عيب ماشي نفس الصداق ترد كل شيء، لأن الرجل إذا تزوج امرأة ودخل بها ماشي قبل وفرضنا قاعد دخل بها ومن الليلة الأولى اكتشف أن فيها عيب من العيوب الزوجية المنصوص عليها، العيوب الزوجية لا يتوسع فيها، فيها البخار في فمها، فيها القرن في موضعها التناسلي، فيها الرتق، فيها الإخصاء، فيها العفن، فيها العضياطة، فيها هذه معروفة. إذن هذه إذا كان الرجل قد دخل بهذه المرأة فلم يقل له الأمر، أي الأسرة ما تخلص المسألة ماشي فيها حتى اكتشف الأمر، فحينئذ يفسخ ذلك النفاق ويرد له صداقه لأنه غشوه ما تخلص الحقيقة، ولكن هذه عيوب زوجية معروفة منصوص عليها. حنا ماشي نبقاو نتكلموا عن العيوب اللي نبقاو نصنعوها الناس، مرأة لا تبصر معناها تشوف شي 10 على 10، تشوف 7 على 10، ولا تشوف كذا 5 على 10. إذا قلنا هذه المسألة هذا راه فيه فساد أيها الإخوة، راه فساد هذا. شكون اللي غادي يبقى يتزوج الآن؟ شكون هما الفتيات اللي غادي يكونوا يتزوجوا؟ هما الجميلات، وربما بعضهن غير متدينات، ولذا كيجيو لك كثير من مرة شباب فيما بعد يجيك على المجموعة أنا تزوجت امرأة وقعت لي معها مشكلة وهي ما بغاتش تمشي ما تبغاش تشوف الدار ديالنا ولا ما بغاتش كذا، ومنعتها من كذا مع الصديق تاعها ما بغاتش، كانت تبغي تمشي دار الأصدقاء ديالها ومنعتها من كذا وهي خاصها تبغى تمشي للسينما. منين جا هذا الأمر؟ جا من سوء الاختيار في الأول. علاش المرأة اللي ما تفهمش أنت معاها من الأساس على الدين علاش؟
جيت مرة بالعدم اللي يبغي السينما وبغي هو شافها جميلة وأعجبه جمالها نسى الشروط الأخرى تنكح المرأة لأربعة والثور غادي يجيبها للدار وغادي يديروا هذا الختم وتولي له الضرابع العدوية عنده في الدار جابها هي جابها تلقى ذهب الحديقة كانت في الحديقة ها كما عرفها وكان يمشي مع السينما وكان يعرفها في الشاطئ ومن بعد قال لك ما وقعتنا مش هذا هو الأمر فيا لابد أيها الإخوة أن نهتم بالجانب المهم الآن وهو الجانب الديني الرجل يجب أن يحرص على الجانب الديني فإذا كان يتكلم على الجانب الديني فمثل هذه الأشياء ليست شيئا إذا كانت المرأة صالحة وتقية ومؤمنة أنا أردها لهذا السبب هذا سبب بسيط جدا وسبب تافه لأن الزواج حينئذ سيبقى من حظ الجميلات وربما يكون فاسدة تماما ويتزوج هذا الأمر واقع فنحن أنا اللي قلت الآخ هذا قلت له دعك من هذا الأمر تماما ما تدخلش في هذا الموضوع ماشي يطلب النص ولا ما يطلبش بالنص هو يطلب النص عنده الحق يطلب النص يقول من الدول للصداق ولكنه يطلب وهو في الحقيقة ماشي مستريح لأن امرأة كانت قاعدة في البيت ديالها جيت خطبتها وكذا غدا تبين فيها أعذار اللي ما كانتش موجودة فيها ها وتبين فيها كانت قبل ما تخطبها أنت كانت مرأة ككل نساء خطبتها ورديتها طلقتها إذا أي واحد غادي يجي الآن غادي تولي القضية تعقد لها مشكلة ديال الزواج ولا لا هذه فلانة تخطبها وردوها دائما فرض ما المرأة عقد عليها الأول ومشى والثاني ومشى الثالث غادي يزيد ها هذا شي يزيد يقول دائما الناس يخطبوها ويسمحوا فيها إذن إما الأسرة ديالها ماشي مزيانة أو هي وكذا وكذا فهذا النوع وخا تبدا 1500 مشات 1500 ولكن هذا الجوع في هذه المرأة ولا لا زين ثم حرسوا الناس المقابل ديال هذه المرأة شنو درت باش تكون تطبقوا الشرع تطبيق حسن هذه المرأة لما جاوها السيد وعطاها 3000 درهم ايوا واش غير درتها ودرتها في الحساب ديالها ولا دارت شي حاجة ليش كأنهم داروا حفلة ديالهم ولا لا وكلوا وشربوا ودغاو جيرانهم ودغاو أحبابهم هذه مسألة معروفة عندنا ولا لا مين غادي يخرج هذاك شكون غادي يخلص هذاك الشيء لا شك انها مشات مباشره ذاك الوقت دفعت لك الخياطات وكذا دفعت لك خيطوني لا وقال لك شنو نقولوا له حنا يمك انت بدي 1500 روح الله يمك اسي هذا هو التطبيق اللي نطبقوا به الشرع ياك دي 1500 ورقهم هما يمكن 1000 3000 اللي اعطاها نقول بان ذيك المراه خسرت البال 9000 درهم ولا لا ولا مش هكا هو الشرع فيه يشوف المسائل كلها ثم علاش سوء الاختيار ديالك انت اسي إذن اختر هذه المسألة وطن نفسك لأن هذا يؤدي في نهاية المطاف أيها الأخوة إلى أضرار أنا شو قلت له قلت له هذا الموضوع درت أنا ذكرت لكم ذاك المرة مثال ديال قصة موسى وشعيب ولا لا قلت بأن موسى لما سئل ابن عباس قال لهم لقد أتم 10 سنوات مش ما ندخلوش واش كل حاجة ديالنا غادي نكملوها احنا في المحكمة ما نستطعوش إلا الله تعالى قال إلا أن يعفونا يعفونا خصي ما بده يكون واحد العفو سمع وتسمع هي وعلى كل عام خرجوا من الباب واسع ما يفشي دائما في هذه الأشياء لأننا لو لا تشتد هنا يجب أن نذكر جميع الأشياء وجميع التوابع والإشكاء للمرأة أنا ماشي غادي الراجل اللي غدا يخطبها وتنوض مسكينة وتجمع وكذا وتدير كذا وتخسر واحد المقصور الباهي دي واحد الحفلة وكذا وكذا وغدا اللي غدا يجي يقولوا لا سيدي ردنا ديالنا ردنا ديك المعزل اللي جبنا لك ونجيب خرج كاين أشياء خاصها تعتبر يا الإخوة علاش لسوء الاختيار؟ نعم يمكن ان يقع الطلاق، الرجل مثلا تزوج المرأة وتزوجها بنية صادقة ويتزوج ولكن ظهر عذر صحيح. ظهر شي مسألة صحيحة لابد الانسان يطلق قبل، اللهم يكون الطلاق قبل ولا يوقع بعد. وافضل ولكن يكون شيء موجب، ماشي امزيجة، ماشي اهواء. انا مرة قلت لكم مرة جاني شاب من الشباب قلت له خليك انا خطبت واحد المرأة انا باغي نتزوج بها وشحال ويبحث على امرأة من بعد قال لك شفت عليها واحد الرؤية ماشي مزيانة واش تقول لي؟ واش نتلقاها ولا نزيد؟ قلت له راه درت مع 3 ولا 4 ديال الدراري وشفت رؤية ماشي مزيانة عاوتاني تهرب؟ هذا اللي يقولوا مثلا معليش راه قبل الزواج ردنا فرضنا غدا ديت المرأة وولدت مع زوجة ديال الدراري وشفت رؤية ماشي مزيانة ثاني تسمح فيها؟ فوق ما تشوف شي منها ما تبني عليها انت تمشي لصوالحك الله يهديك قلت لك ما هذا ما انت 3 سنين تدور عليها باش جبرتها وداك في المنامه قلبت كاع وانت راك تشوف كل شيء تشوفه صح انت عينيك محلولين ما تشوف الصح تشوفه في النعاس وكنت ناعس ملي قلبت على مخك وصافي كان مخك مقلوب وصافي خلي عليك المسائل اذا هذا نوع من بحال هذا الشيء بحال هذا المسائل ايها الاخوه احنا شوف
المسلم الان خذ ورقه اللي يتادب بادب الشرع راه محاسب اكثر من غيره. احنا ما نتكلموش على الناس اللي ما عندهمش دين، هذوك الناس يديروا اللي بغاو، ولكن نتكلموا على المسلمين خصهم يكونوا عندهم واحد النوع من من من, من الرقه، واحد النوع من اللباقه، والنوع من حسن تقدير الاشياء وادراك الاشياء. والشرع هو هذا، وهذه المروءه هنا ما تستمر بين الناس.